صباح الخير لكل مشاهدين الام تي في. صبغت روح الشباب باللون الاسود واختارت انه تنعي الحياه ومشيت على خطى الشاعر الفرنسي العالمي مالارمي اللي ايمن انه طريق الشعر هي نوع كمان من اللعنه. اليوم بحب استضيف بفقرة كتاب بالشابة الشاعرة ناتاشا متني. أهلا وسهلا فيك. ناتاشا بعرف أنه الضحكة ما بتفارق وجهك، بس اللي بيقرأ الكتاب بيلاحظ قديه عندك يمكن نظرة ثورجية ومتشائمة على الحياة اللي ما عم بت يعني في عندك كثير اسئله ما عم بتجاوب على الاسئله تبعك. واول سؤال سالتك اياه اذا انت بنت متفائله بالحياه وفرحه، قلتي لي ايه. وهذا الشيء كنت امنه فيه، لانه وقت واحد يكتب عن اشياء هالقد سوداء مش ممكن ما يكون عنده امل بذاته، ولكن بيكون عم بفتش على حقيقه معينه. مزبوط. اهلا وسهلا فيك. رح اكيد اعرف المشاهدين على حضرتك. من مواليد ستوكهولم سنه 1990، ولكن انتقلت للعيش ببيروت وكان عمري 3 سنين. سي سا. ودرستي بمدرسه الجمهور، واليوم عم بتكملي سنتك الاخيره بالادب الفرنسي من الجامعه اليسوعيه ببيروت. مبسوطة بال ايه كتير. كنت عم تخبري اللي بلشت دروا ووقفت. ايه عملت سنتين دروا وقتها وما حبيت ابدا، يعني كان دائما بدي اعمل قبل ليتيراتور، دونك رجعت فتت فيها. بالحياة لازم الواحد يعمل شيء بيحبه لينجح. ايه اكيد. هذه رسالة مهمة جدا. وكمان حصتي على مرتبة الرابعة بمسابقة الربيع العربي بالهايكو، واستضفت زملائك كمان اللي ربحوا اول 3 جوائز. واليوم رح نحكي عن اول ديوان شعر اليك، بوازون ازوري، باللغه الفرنسيه. مجموعه قصائد حلوه كثير، عميقه كثير، واكيد ما بنحس انه انكتبت من يعني شابه عمرها 20 21 سنه. فيها كثير عمق وفيها كمان خبره حلوه كثير كامراه يعني. كمان طيب، عرفت انه بلشت تكتبي بعمر 11 سنه تقريبا او قبل حتى؟ لا بلا هيك شيء، بس انه البوامات بلشت كان عمري شي 16 ans. قبل كنت اكتب دي زارتيكل بالاوريون لو جور و دو بيتي كونت، يعني قصص خياليه. ليه بتحبي القصص الخياليه بعمر 11 سنه؟ يعني قد ايه خيالك واسع تتحبي تخبري شوي؟ كانت كثير اقرا منه لي كونت دو في تبعته وهالقصص، انه بتحسي انه سي ان اوتر موند، يعني كثير ديفيرون عن اللي عايشين فيه، يعني انه عالم مختلف. بتحبي تفوتي بعالم مختلف عن الواقع؟ انه ايه اكيد. ليه بتحسي انه الواقع ما بيكفيك، مش عم يعني تو ني با ساتيسفيت، منك مرتاحه بالواقع، او لا هيدا شيء ثاني ابار؟ لا انه جو سوي ساتيسفيت، بس انه توجور اونتان كيك شوز دو انه دو دو ميور، انه شيء يعني كي تكومبل اذا بدك، انه بتلاقي بالخيال في شيء باكي بيعبي لك فراغ بحياتك. مزبوط، ما في شك. طيب وبلشت تكتبي الاشعار بعمر 16 سنه، شو اللي خليك تبلشي تكتبي اشعار وقصائد بهذا العمق؟ ومين اكثر شيء بيلهمك بالشعر؟ يعني مين من الشعراء والكتاب الفرنسيين الفرنكوفونيين كثير يعني وحيوا لك؟ كان بلشت على 16 ans، كانت سكوند وبلشنا ندرس لاول مره ليتيراتور. مزبوط. وكان اول اول بويت اشتغلنا عليه كان شارل بودلير، وانه كثير تاثرت فيه، يعني هو اللي انه كثير ما انسبيري وحالك يعني استوحيت كثير من هل يا ترى. بنعرف كلنا انه بودلير حكي عن جمال القباحه لفلور دي مال، وبنلاقي انه كثير كلمه مال موجوده عندك. هل انت كمان بتلاقي انه في بكل شيء بشع بالحياه او بالالم اللي هو اكيد شيء مش حلو، يعني في على طول ناحيه ايجابيه؟ ايه شوف، ما انت بتلاقي يعني انت انه بتنبشع هذا الشيء الايجابي بالشيء البشع، وانه بتلاقيه لو شو ما كان يعني. وحتى انه
يعني تابخا من الشيء البش يعني بيكون في دائما شيء حلو. يعني دائما وقت تختبري شيء مؤلم في رساله بالاخر. ايه اكيد. ابري لا في لو بوتان يعني لو كل شيء حلو بالحياه ما بنعرف قيمته. من هيك على طول في اشياء صعبه. ايه صح. واذا تخطيناها بننبسط يعني بنكون في انجاز عملناه. في اوسكار ويلد بيقول انه دهير توت شوز اكسكيز يا ان تراجيدي انه ما في شيء كمان بيكون كثير حلو بيبين كثير حلو ما بيكون في شيء وراء تراجيديا او شيء بشع وفيت فيرسا كمان. مضبوط يعني هون بنشوف قد ايه العلاقه حميمه ما بين السعاده والزعل وكمان الالم والامل يعني هودي مهمين جدا واصلا مثل ما قالوا يعني مثل الغوفير دو لا ميدال مثل الحب والكره ذات الشيء متعلقين كثير ببعضهم. طيب بنشوف انه طاغي على ديوانك البؤس اذا بدنا نقول شوي روح الثورجيه اللي عندك اياها ليه منك يعني وفي عدم رضا عن الحياة ليه في عدم رضا عن حياتك وانت بعدك بأول ما حدا بيكون ساتيسفي بحياته مثل ما بيقولوا انه الانيمال ريبو ساندور انه ما حدا يعني اذا كانت راجي انه يعني بلين ما ساتيسفيت انه ما بيكون عنده هدف بحياته انه ما بيكون بطمح يكون عن انه نبش على الشيء الاحلى و يعني جو سوي ساتيسفايد دو مون انساتيسفاكسيون اذا بدك حلو يعني انت على طول بتلاقي انه هذا الشيء ايجابي لانه بخليك تفتشي انك ايه على شيء افضل بحياتك ما في شك ولكن بيقولوا كمان انه الرضا بذات الوقت كنز لانه واحد كمان لازم يعرف يقدر اللي عنده اياه بس هذا شيء ثاني مضبوط انه واحد كمان يكون عنده طموح انه يغير الامور الى الافضل. طيب هل الروح الثورجيه نشوفها عندك شوي بتفتشي على امور ما عم بتلاقي لها حلولها او اسئله ما عم بتلاقي اجوبه لها هل هي لانك قطعت مش من زمان بالمراهقة أو هيدا طبعك أنت بتحس أنه لو كبرت بعد ولو نضجتي بده يضلوا عندك هل إذا فينا نقول نحس هيك مثل ثورة بقلبك وعم بتفتشي على كل شيء وتسميهم بأسميهم يعني ما عم تتهربي عن ما بتتخبي وراء اصبعك ناتاشا مبين انه بكتابك على طول بتحكي عن الحقيقه وبتفتش عليها واذا ما لقيتيها كانك انه خلص شو هيدا هل هيدا شيء فيك انت او لانك بعدك طالعه جديد من المراه لا جو بونس انه هيدا الشيء في انه في كتير اشياء انه سورتو بالمجتمع تبعنا انه بتخليك يكون عندك هيدا الاتيتيود انه في كتير طب انت شو بتلومي او مين بتلومي بحياتك اليوم شو ومين الاشياء الامور كثير ما بتحبيها اول شيء لاسوسيتي انه كثير المجتمع كثير انه بحط كونترينت وبعده عايش باللي تراديسيون انسيان انه خلص ما بتحس انه المجتمع منفتح بلبنان لا ابدا انه اول شيء الايدنتيتي تبعيتك دائما بارابور اللي بتنتمي له مثلا بيقولوا لك انه بلبنان انت بتكون بنت حدا منك انت على انه انت مين يعني ان اوروب انه انت سي تون ايدنتيتي على توا انت بتكونيها لحالك وبعدين بتصيري مرت حدا ايه انه ما في ايدنتيتي ايه بس هون عليها المره هي تشتغل على اسمها على شخصيتها على ايه صح بس انه ليش بده يكون في هالتفكير يعني نعم اكيد تاني شيء الهيبوكريزي الخبسنة في كتير خبسنة بالمجتمع تبعنا انه ما دايما بيتخبوا وراء لوغ ماسك انه ما في لزوم نعم وهودي الامور السلبية واللي معك حق فيهم اكيد هل مين بتلومي فيهم؟ يعني اهلك او حتى جيل جديد اصحابك او الناس من عمرك اللي هن عم بيتماشوا مش فارقين معهم مع هيك مجتمع فينا نقول فاسد ما بلوم حدا بالذات يعني ما في حدا معين تلوميه يعني سي يعني شيء من الاساس لازم يتغير انه وفي لا في حتى كمان ناس من جي انه من عمرنا وشي انه كم انه بعضهم بيفكروا بذات التغيير ما تغير شيء هيدا حسب التربية كمان ايه. طب بنلاحظ كمان انه الحب
حتى اللي نحن بنلاقيه يمكن نافذه الى عالم افضل واحلى. يعني اليوم حتى بقصص المؤلمه على طول في قصه حب هيك بتفتح القلب. انت حتى الحب عم تصبغيه شوي باللون الاسود. رح اقرا هيك شيء لفت لي نظري، قصيدة دي فلوراسيون دان بيزي صفحة 18 بتقولي: دي مان كي فلوريس ان دانسان، دي كور كي راجونيس ان سونيسان، دي زيو كي سيلومين ان فوزيونان، مي دي ليف كي سفان دان لا بريزون دان امور ميي سكرتمان دان امور كوفير بار ان فوال ترانسبارون، دي ليف دون لابستراكسيون ا انتردي لا توشمان، دي ليف كو لا سوفرانس ا اوزي بار سون اندينيابل اي كرويل رونجمان. يعني ليه حتى الحب عم بتصبغيه باللون الاسود وعم بتخلينا نحس انه كمان ما عاد عنده طعمة اللذه؟ لا هي وفات بالعكس، يعني بوغ مو لامور له المعنى تبعوله الحلو يعني. وليه كتبتي بهالطريقه او هيدي تجربه؟ اوكي، هي اكيد يعني كل بوام بيجي من تجربه خاصه، بس هو انه قصدي فيه انه يعني او اكثريه الاوقات وقت تكوني انه باغ اكزومبل انه تو في ليكسبيريونس دو لامور، بتكوني يعني بدك تكوني على طبيعتك وعلى حقيقتك، انه ما يكون في لي جو انه دو لا باسيون اذا بدك يكون في صراحه، يكون في صدق بالحب، بس انه ما بتلاقيها بال انه دو لا بار دو لوتر بيرسون، يعني بتلاقي انه بعد في الحركات اذا بدك. وهذا الشيء بخليك بخيب لك املك، يعني انت بتحبي يكون من الجهه الثانيه مثلك صادق وشفاف وهيك. مش مهم الترانسبارونس يعني. بنلاحظ كمان انه بكل قصايدك في كلمات وصفات بتستعمليها كمان من عالم هيك شوي المؤلم المأساوي. باغ اكزومبل بتقولي دام اوبسكوريتي، لاربر دينودي دو رير، لو نوار ديزير دو لا ميلانكولي. هالكلمات اللي بتطغى على كل ديوانك، هل هي كلمات بتفتشي عليها تقدري تاثري بالقارئ، او تلقائيا انت عم تكتبي بيجوا هالكلمات؟ ولا مره فكرت انا وعم بكتب، يعني ولا مره شبهت حالي اقعد اكتب، انه دائما بيجي وقت اكتب بيجي انه ديريكتومون، يعني ما بفكر بيطلعوا هيك الكلمات. بيطلع ليش هالكلمات السوداء عم تطلع دائما؟ بيطلع ليش لانه اكثر شيء بكتب بيكون وقتها حالي انه مش مبسوطه فيها او مضايقه من شيء او بحس انه جو ريفولتي كونتر كيك شوز، و انه ما في بركي اعبر عنه اورالمون. اكثر شيء بعبر اصلا بالكتابه. ذكرتيني حالي. طب ولا مره جربتي تكتبي انت ومبسوطه؟ لانه كمان الواحد بيقول لازم يشكر. نحن دائما عندنا الانسان عنده هالطبع انه على طول بيتذكر ربه وقت يكون عنده مشاكل، ولكن كثير مهم انه نتذكر ربنا ونشكره على كل سعاده بنعيشها، على كل صحه اذا بصحه جيده، اذا نهار حلو وعينا بنتشكر الله، بنصلي بايدنا يمكن على وجهنا او بنتشكر ربنا. ولا مره جربتي كمان؟ ما بحس وقت اكون مبسوطه بقدر اعبر فيها اورالمون اكثر من ما بالكتيبه، بينما الكتيبه وقت اكون مش مبسوطه بعبر بالكتيبه احسن من طيب وكمان بتلاحظ انت انه اليوم بمجتمع اللبناني اللي انت اكيد لمتي لكم شغله مضبوطه، شو دور الشباب اللي من عمرك؟ بتلاقي اليوم انه لازم يكتبوا اكثر، يقروا اكثر، او انت اليوم بتحسي انه جيلكم عنده المام للكتابه وللقراءه؟ ايه بركي اكيد عنده هالشيء، بس انه دائما لازم انه يضل نكفي نقرا عن جد. القرايه كلتشر كثير مهمه،
وبتوعي كتير مش بس انه مش بس على نيفو ليتيرير، يعني على كل نيفو بوليتيك سوسيال. واحد يقرا اكيد بتثقف على كل ايه انه كتير لاحظت ثقافتك فرنسية مهضومة بكل هالجيل الجديد. ملاحظ انا اللي عم تابع يعني تنقول مدارس مثل الجمهور واليسوعية بيحكوا فرنساوي اكثر ما بيحكوا عربي، ولكن لازم تتمرنوا على اللغة العربية. لا طيب اليوم انت بتقولي انك فتاة متفائلة مش متشائمة، متفائلة شو اليوم تنتظر من الحياة؟ انه تقدم لي اللي بتوقعه منه، مع انه مش دايما بيطلع لي اللي بدك اياه بحياتك، بس انه يفوت توجو انه لازم دايما ننبش على الشيء ونجرب نوصل له. نعم. انه هلا بور لو مومون سو ميز اتود كي مو كومبل، يعني اذا بدي كثير مبسوطه. انت مبسوطه اللي عم تعملي الادب الفرنسي وحابه تكملي ب ايه؟ رح كفي الدكتوراه بعدين. برافو، نحن هيدا شيء بننبسط انه عم نزيد عدد باللغه الفرنسيه. طيب اليوم شو قبل ما تقري لي اكيد قصيده انت تنقيها بتحبيها، بحب اعرف شو اليوم يعني اذا عم بيحضروك كل الناس، شو رسالتك اليوم للي من عمرك والاكبر؟ عندك شي رساله؟ يعني انه قصايدك بنحسها فيها تشاؤم، ولكن التشاؤم مع 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 تجاوب انه في تغيير ممكن مع امل. شو رسالتك اليوم؟ انه حتى لو بتمرقي باشياء كثير بشعه بحياتك، بدل في ناس بتخليك انه بتغير اشياء بحياتك كثير. انا في كثير اشياء بحياتي خلتني انه غير طريقه تفكيري او شيء من وراء ناس معينه. نعم. كثير اثروا بحياتي يعني. نعم مضبوط، لانه الحياه هي فرص تتعرفي على ناس ايام تتأثري فيهم وبغيروا لي كثير امور الى الافضل بحياتك. وهالحياه حياتي هي فرص، طالما انت عايشه طالما ممكن تتعرفي ممكن يصير معك اشياء، هيدي هي نعمه الحياه اللي لازم على طول نتشكر الله عليها. بليز بحب تقري لي هيك بنختم الفقره ب قصيدة من قصايدك اللي حلوة كثير. بحب ارجع ذكر المشاهدين انه بوازون ازوري موجود بالمكتبات عند دار نهار. مزبوط. دار نهار للنشر، وضروري انه كثير الناس تقري، خاصة انا بشجع الجيل الجديد. تفضلي ناتاشا. رح اقرا باكانال اورفيك. La cruauté des prospères sarcophages violait rituellement les murs entachés d'adages, illustrant l'art pictural et funéraire de l'allégresse et de l'obscène fusion des chairs. Érigés sur les cendres des amphores ensevelies, ces cercueils de pierre de vin rouge enduit pratiquaient savamment le rite de la sorcellerie, implorant les odieuses divinités infernales de répandre le génie des fleuves du mal. حلو كثير. للفلور دي مال لابودير، للفلور دي مال. ناتاشا متني انا بتمنى ما توقفي هون، لا كملي تكتبي لانه كثير جميل اللي بتكتبيه، وانا اكيد انه بحياتك رح توصلي على اللي بدك اياه. ثانكس، ميرسي. ميرسي الك. مشاهدينا الكرام، انا بشوفكم نهار الخميس، وهلا بنبقى مع بريك.